قامت الحكومة خاصة وزارة التربية الوطنية بتنزيل المذكرة خاصة بإضافة ديال ساعة على التوقيت العادي. بطبيعة الحال حنا كباقي المؤسسات الأخرى قمنا بتطبيق هذه المذكرة هذه على حساب المضمون ديالها، وخرجنا بصيغة كانت فيها مجموعة ديال الصيغ، وكانت الصيغة الأساسية باعتبارنا عندنا مجموعة ديال الأسلاك. السكل الابتدائي عطينا التوقيت ديال الدخول ديالو مع التسعود حتى ال 12، وفي الزوال من الجوج حتى الخمسة. بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي كان الدخول مع التسعود حتى الساعة الواحدة، وفي الزوال السنة مع الساعة الثانية بعد الزوال حتى الثالثة بعد الزوال حتى الساعة السادسة يعني مساء. واللي متفق عليه مع السيد المدير الإقليمي هو أن التنزيل ديال هذه المذكرة غادي يبدا التفعيل ديالها يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018. طبعا الحال كاين ترددات وكاين مشاكل بالنسبه للاباء، لان جاتهم هذه مذكره مفاجئه، وكنت عارف ان الاسر كتختلف على حساب التكوين ديالها وعلى حساب الانشغالات ديالها على حساب الوظيفه ديالها. ولكن انا درت واحد اللقاء تواصلي مع الاباء يوم الخميس، وكاين واحد اخر يوم الجمعه غدا باش نحاول نفسر اكثر هذه المذكره هذه والمضمون ديالها باش ما نلقاش مشاكل يوم الاثنين المقبل 12 نوفمبر في 2018 حتى تكون الدراسه تاخذ المسار ديالها الحقيقي. كنعرف انهم زادوا الساعات، الحكومه زادت الساعات. الوزاره؟ انا بالنسبه لي ما مزيانش. مزيانش؟ شي حاجه ضيفه؟ سلبيه؟ ما عندكش شي سلبيه بالنسبه. انا بالنسبه لي السلبيه اش كنفيق في الصباح الظلام، كنتسنى ترونسبور في الظلام زعما كيكون باقي باش ما طلعش، وفي الليل عاوتاني كنوصل عاوتاني باقي الظلام. الاسم ديالي نسيم الجلال، المستوى الدراسي الثالثة إعدادي، والمؤسسة الدراسية على المخفيجوش، على الضفة الساعة الإضافية. وخا طرحت مشاكل الآباء ديالنا حيت ما لقاوش يعني الراحة، يعني كاين الآباء اللي ديالو خدام واللي يعني ما يقدرش يخلي ولدو في الدار ويمشي هو يخدم حيت ما كاينش اللي غادي يقابلو. خلق مشكل بزاف حيت انا بالنسبه لي ما كاينش مشكل بزاف حيت انا يعني كبيره عارفه اشنو غادي ندير. بالنسبه للاطفال الصغار ماشي يعني غادي يكون صعوبات بزاف، ماشي غير شويه، حيت اللي كاين اللي ماما خدام با خدام كتبقى تضرب بوحدها، ما هي ماما كتجي مع السته حتى هو كيجي مع السته، يعني ما كيلقاش مشكل كيلقى ماما في الدار. اسم وئام المرابط، كنقرا في الثالثه اعدادي مؤسسه المخفي جوج. فيها شويه ديال الصعوبات، يعني بزاف ديال الناس اللي ما متفقينش عليها، والاخر حتى بالنسبه للدراسه. بالنسبه ليا انا يعني عادي، الاخر كاينين شي يعني كيف كاين شي اباء اللي كيكونوا ما متفقينش، مثلا كيكون خدام نهار كامل، الاخر الدري ديالو غايجي ما غايلقاش مع من يجلس. كاينين دراري صغار يعني اللي ما غايعرفوش شنو يديروا، بعدا شكون اللي غايحل لهم غير الباب. بطبيعة الحال حديث الساعة هو الساعة الإضافية، الساعة الإضافية اللي خلقت مجموعة هذه المشاكل خصوصا في صفوف التلاميذ، بالإضافة للأطر التربوية. حاليا كاين مجموعة ديال الصياغ، كاين الصيغة اللي صدرت في المذكرة الوزارية رقم 157/2018. هذه المذكرة الوزارية فيها مجموعة ديال الصياغ بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي، مع ترك تدبير هذه الامور على مستوى مجلس التدبير بالمؤسسات التعليميه. من خلال مجموعه ديال الملاحظات اللي طلعنا على هذه المذكره، كاين بعد توقيت ديال الحصص، مثلا الحصه الصباحيه والحصه المسائيه كتضمن ثلاث ساعات. هاد الثلاث ساعات بغينا التوضيح ديالها لانها خالقه اشكال. الا كانت غادا الثلاث ساعات غادي يقسموا على اربعه الحصص يعني 45 دقيقه،
لكل حصه، فهذا كنعتبروا انه ضرب التلميذ خصوصا في هذا الزمن المدرسي وحتى وقت ديال 45 دقيقه غير كافي. هذا من جانب. من جانب اخر، على ان الى حسبنا الساعات اللي ملزم الاستاذ انه يدرسها عنده 24 ساعه في الاسبوع، الى حسبنا الى درناها ثلاثه ساعات اذا ما غنوصلوش لهذ 24 ساعه، اذا كاين اشكال بالنسبه للاستاذ. يعني في هذه الحاله بامكان الاستاذ استعمال الزمن على انه يقرر صباح وعشيه. بطبيعه الحال الاستاذ غادي يرفض. حاليا هنا كاين اشكالات، كنلاحظ الاشكال اللي لاحظته الثاني هو مستوى تدريس ماده علوم الحياه والارض وعلوم الفيزياء. هاد علوم الفيزياء عادوا ساعتين متتاليتين، يعني صعيب الاستاذ على انهم يدرسهم في ساعه، خصوصا ان ساعه ربما كتكون ديال التجربه وساعه ديال الدرس. هادشي معروف على حسب النظام اللي قرينا فيه هنا. بديت مديونه عند روافد قرويه. هاد الروافد القرويه اللي كينحضروا التلاميذ من الوسط القروي، خاصنا في هذه الحاله على اننا نكونوا في اتصال مع جميع المؤسسات على مستوى بلديه مديونه، نظرا لانه كاين النقل المدرسي، لان النقل المدرسي كاين نقل مدرسي موحد. في هذه الحاله خاصنا نسقوا مع المدراء ديال المؤسسات على مستوى الثانوي ولا الاعدادي، باش هاد الوليدات يمشيو في ظروف حسنه وفي نفس الوقت في توقيت واحد، باش ما يوقعش واحد ارتجاليه في التوقيت، لانه تيسبب عاوتاني بالنسبه لضياع ديال الحصص ديال التلاميذ. وكاين اشكالات، كاين الفقر، كاين التهميش على مستوى الروافد القرويه بلديه مديونه.